للأسف التطبيع الذي نراه اليوم ويتسارع وصل إلى مدى محزن للغاية، وأكثر ما يحزن أن يقف أحد ساسة العرب وزراء خارجيتهم بدلا من أن يرفض سلوك دولة كأستراليا في نقل سفارتها، وخاصة أن الجامعة العربية ترفض هذا السلوك، يبرر لهذا السلوك بل ويطعن حتى في الجامعة العربية، وبالتالي هذا السلوك مرفوض، وهذا السلوك نحن نراه هدية للاحتلال الإسرائيلي وطعنة نجلاء في ظهر الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.